طقس العرب في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نقدم لكم هذه النشرة الأسبوعية التي سنتحدث فيها بشكل عام عن الحالة الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع في عموم مناطق المملكة. نبدأ بتوقعات الجوية ليوم الأحد وبداية الأسبوع. ارتفاعات كبيرة وملموسة على الحرارة على المنطقة الشرقية، منطقة حفر الباطن وأيضا منطقة الإحساء. الدمام متوقع أن تسجل 48 درجة مئوية، قد تلامس درجات الحرارة 50 في بعض النطاقات المحدودة. أيضا العاصمة الرياض ستسجل ارتفاع كبير ومحسوس على درجات الحرارة، حيث تكون في منتصف الأربعينات. أما بالنسبة للمرتفعات الجنوبية الغربية تحتل زخات رعدية من الأمطار على كل من مرتفعات جازان وعسير والباحة وأيضا أجزاء من منطقة نجران. بالنسبة لمنطقة جدة هناك رياح نشطة شمالية غربية تعمل على إثارة الأتربة والغبار. بالنسبة ليوم الاثنين عفوا، تبقى درجات الحرارة مرتفعة بالمنطقة الشرقية، تسجل الدمام 48 درجة مئوية، بينما حفر الباطن أيضا تبقى درجات الحرارة مرتفعة 42 درجة مئوية. تتراجع حدة حالة عدم الاستقرار الجوي قليلا بالمنطقة الجنوبية الغربية، لكن تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار في مرتفعات جازان وعسير والباحة، بينما ترتفع درجات الحرارة أيضا في مدينة جدة، تسجل حوالي 40 درجة مئوية، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة بالعاصمة الرياض حيث تبقى في أواسط الأربعينات. بالنسبة ليوم الثلاثاء تنخفض درجات الحرارة قليلا بالمنطقة الشرقية، بينما ترتفع في العاصمة الرياض، تسجل 46 درجة مئوية، الدمام أيضا 46 درجة مئوية. تتراجع حالة عدم الاستقرار الجوي في المنطقة الجنوبية الغربية، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة بمدينة جدة حوالي 41 درجة مئوية. بالنسبة ليوم الأربعاء بإذن الله يتوقع أيضا تنخفض قليلا درجات الحرارة بالنسبة لمدينة الدمام، تسجل 45 درجة مئوية، لكن تبقى حارة في الرياض وأيضا في مدينة جدة، بينما تتراجع أيضا حالة عدم استقرار الجوي في المنطقة الجنوبية الغربية، لكن لا يستبعد بعض التشكلات المحلية والخفيفة الرعدية خلال ساعات الظهيرة والعصر في مرتفعات جازان وعسير. بالنسبة ليوم الخميس لا تغيير في الحالة الجوية، طقس حار في المنطقة الشرقية، أيضا العاصمة الرياض أيضا طقس حار وعموم المنطقة الوسطى، مدينة جدة تسجل 39 درجة مئوية، أما المنطقة الجنوبية الغربية تبقى تسجل بعض التشكلات الرعدية المحلية والخفيفة خلال ساعات الظهيرة والعصر، بينما المنطقة الشمالية تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام. بالنسبة ليوم الجمعة أيضا لا تغيير على حالة الطقس، باستثناء الارتفاع من جديد في درجة الحرارة بالمنطقة الشرقية. الدمام تسجل 46 درجة مئوية، العاصمة الرياض 44، مدينة جدة درجة الحرارة حول معدلاتها 39، بينما المنطقة الشمالية يتوقع أن ترتفع قليلا درجة الحرارة لتلامس 40 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، تابعونا في النشرة الأسبوعية خلال يوم السبت القادم بإذن الله، وإلى اللقاء.